تبين من خلال تصريحات صحفية وتصريحات مواطنين عبر فيديوهات متنوعة على أن مواصفات ملعب محمد الخامس المطلوبة من منظمات الكرة الفيفا لا تتوفر في هذا الملعب، وبالتالي فحجم المبالغ التي صرفت على هذا الملعب مبالغ فيها إذا كانت حقيقية. نحن في الهيئة الوطنية لحماية الملاعب المغرب لازلنا لم نتأكد من هذا المبلغ، لأن هناك تضارب في الأرقام. فالشركة المسؤولة أو المؤسسة المسؤولة على ترميم هذا الملعب تقول بأن المبلغ هو 10 المليار. حتى هذا 10 المليار لا يمكن أن نراها بالعين المجردة، وبالتالي فهناك شكوك تحوم حول هذه المبالغ المصروفة، سواء 10 المليار أو 22 مليار. نحن في الهيئة لازلنا لم نتأكد من المبلغ الحقيقي. إننا بصدد جمع المعلومات من المؤسسات المعنية، ولهذا حينما تكتمل لنا المعطيات سوف نتقدم بشكاية إذا كان الأمر يتعلق بتبديد المال العام. لازلنا لم نتوفر على الوثائق الأساسية من المؤسسات، وخاصة أن وزير الشباب والرياضة هو اللي ممكن يعطينا المعلومات. لازالت الحكومة لم تتنصب، يعني بعد يلا البارح عاد تناقش التقرير الحكومي. نحن في الأسبوع المقبل إن شاء الله يمكن أن نتوصل بكل الوثائق التي طلبناها، سواء عن طريق المراسلات أو الاتصال بالهاتف أو الذهاب مباشرة إلى هذه المؤسسات ذات الوصاية. لا ما اتصلناش، لم نتصل بعد، ولكننا عندنا الشخص اللي غادي يتكلم، اللي غادي يتصل بهم. سوف نتصل ونستمع إلى هذا الطرف، لأنه لا يمكن أن نتهم جهة دون أن نستمع إليها. هو لجنة تقصي الحقائق عمل محمود، ولا يمكننا إلا أن نصفق له، وبطبيعة الحال سوف نتواصل مع فريق حزب استقلال وفريق الأصالة والمعاصرة اللذين اقترحا لجنة لتقصي الحقائق، لأنه المبلغ الذي أثير 22 مليار مثله مثل مبلغ ديال مبالغ كبيرة صرفت مثلا على فندق في مدينة فاس 46 مليار. ولا زالت يعني لجان تقصي الحقائق عمل مشروع وعمل محمود، ولكن ينبغي أن يعطي نتائجه، ينبغي أن تترتب عنه آثار قانونية. هذه تقارير لجان تقصي الحقائق يمكن أن نعتبرها كحجج دامغة، لأن هذا هو العمل المنظم. والهيئة الوطنية لحماية الملعب بالمغرب هي هيئة مستقلة عن الأحزاب وعن النقابات، تعمل باستقلالية تامة ولا تأثير فيها لأي حزب سياسي، بحيث أنها هيئة تضم مختلف المشاريب السياسية، وبالتالي فصفتنا يعطيها لنا القانون. نحن جمعية معترف بها وناضلنا من أجل الحصول على الوصل القانوني سنوات إلى أن جاء الربيع العربي، وحصلنا على الوصل القانوني بعد سقوط نظام بن علي. ولهذا فنحن قوة اقتراعية، وبالتالي القانون الجنائي يعطي الحق لكل المنظمات ولكافة النقابات والأحزاب وغيرها وحتى المواطنين
أن يبلغوا عن أي جريمة وقعت، ولكن عن طريق الاعتماد على وثائق دامغة ومقنعة. أهم الإنجازات التي حققناها فيما يتعلق بالتشريع، فيما يتعلق بثقافة حماية المال العام، وقد ساهمنا بقدر وافر في نشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون. وأهم شيء يمكن أن نقول بأننا نرتاح له، وهو أن قانون تصريح الممتلكات أصبح يرعب النواب البرلمانيين والوزراء، وأن لائحة المخالفين لهذا القانون طويلة وعريضة، ومع كامل الأسف لا زال القانون لا يرتب أي جزاء عن التصريحات الكاذبة للوزراء أو للبرلمانيين أو للمسؤولين في المؤسسات العمومية بصفة عامة. الملفات الكبرى لا زالت لم تناقش، وأنا هنا ألوم السيد وزير العدل السابق أنه لم يحرك الملفات الكبرى. لديه عدة ملفات وضعناها لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران ولوزير العدل، مجموعة من الملفات الكبرى، ملفات ديال وزارة التجهيز مثلا. هناك وثائق أدلينا بها تثبت على أنه 900 مليار تم تبديرها وتبديدها في صفقات مختلفة، ولكن حينما سألنا الوكيل العام لدى محكمة النقد لأنه وجهنا شكاية ضد وزير تجهيز انذاك، وقيل لنا من طرف النيابة العامة، من طرف ثلاثة النواب ديال الوكيل العام، قيل لنا بأنه هذيك الأخطاء التي وقعت فيها حسن النية. تقدمنا بشكاية أيضا للوكيل العام ضد وزير اكترى سيارة 100 مليون، يعني في السنة 100 مليون في السنة يعني. وقال لي الوكيل نائب الوكيل العام اعفيني من هذا. فلذلك في الملفات الكبرى لا تعالج، لا تلتفت لها السلطة القضائية. الآن تم تنصيب السلطة القضائية المستقلة، وتم الفصل فيما يتعلق بوزير العدل، ما بقاش هو رئيس النيابة العامة، الآن كاين الرئيس المنتدب وكاين الوكيل العام. هادو أشخاص الذين تم تنصيبهم مؤخرا، سمعتهم طيبة، ويمكنهم أن يعالجوا العديد من الملفات الراكدة. هذه الملفات الكبرى التي سوف نقوم بتجميعها من جديد وتقديمها لهذه السلطة القضائية المستقلة.